صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 35 لسنة 2022 بقبول استقالة الوزارة. جاء فيه: المادة الاولى: تُقبل استقالة الوزارة من تاريخ صدور هذا الامر. المادة الثانية: يكلف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من امور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة. المادة الثالثة: يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه